شنو علاج الشقيقة؟ نعم صداع نصفي زنجبيل. زنجبيل؟ شاي نعم زنجبيل بنفس الطريقة اللي قلت لك إياها. إي قلت لي إياها. يخفف آلام الشقيقة. إي يقصون الزنجبيل وماي فاتر. يبشر الزنجبيل زين. وماي؟ حطه بماي. نقعب ماي. إي نعم مثل قفشة كذي من بشور الزنجبيل صب عليها ماي حار. إي. طوق طابخة في الكوب تخليها كذي ناقع ربع ساعة تصفي ما تشرب. مرتين طيب. باليوم ممتاز تخفف آلام الشقيقة. طيب هي يشربونها ولا يدهنون فيها؟ لا 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 شرب شرب. شرب. شرب.